صاد الصبا اه الصبا ده كويس عشان نقدر نتكلم عن تحيه كاريوكا قبل الشهره نتكلم عنك عن صباكي عن طفولتك يا مدام تحيه بالتحديد إيه طفولتي ما كانش سعيده قوي لان والدي توفى وانا عندي ثلاث سنين والدتي إيه قعدت مع ستي ام ابويا كانت تحبها جدا ويمكن ستي اللي خسرتني يعني كنت اما اضرب حد تديني فلوسه ما حد يضربني وعيط تزعل وتضربني وتقول لا لازم تاخدي حقك بايدك فكنت زي زي العيال وكنت احب العب مع الصبيان ما مع البنات وبعدين يعني اذا كنت رحت مدارس المدارس احنا بيسمونا ولاد الهيئه هيئه الكنال يعني المدارس ببلاش العلاج ببلاش ودوني مدرسة داخلي أه هي اللي بنسميها احنا الفرنسيسكان بس عندنا بيسموها في الاسماعيلية السبع بنات فقعدت في المدرسة دي ويمكن اكتر حاجة علمتني الادب المدرسة دي ضاد 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 ضروري يبقى ضروري نسألك عن كلمة ضروري فنقول لك ايه الشيء الضروري جدا في حياتك وما تقدريش تستغني عنه؟ الحاجه الضروريه في حياتي انا ما احبش الكذب. يعني يمكن في ناس كتير بتضايق مني اما بقول رايي بصراحه. ودا وده مش عارفه ابطله. يعني حقيقي مش عارفه امسك نفسي يعني. ساعات حاجه حد يسالني حاجه اروح قايله وبعدين اقول ليه قلت كده يعني مره في رقصه بتسالني بتقول لي ايه رايك قلت لها كويسه قوي بس لونك وحش قوي وبقيت مكسوفه اللي قاعدين كلهم بصوا لي قلت لهم عامل ايه بتسألني دي دي حاجه ما اعرفش بقى <applause> ناس كتير بتزعل مني طه, طه 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 الطه طبلة الطبال في رأي حضرتك يا تحية وانت ضروري هتقدري تجاوبي على هذا السؤال هو فعلا بيبقى المحرك الرئيسي للراقصة الإيقاع بتاعه ده هو اللي بيحركها لا دي ما تبقاش راقصه بقى لو كانت تتكل على حد يخليها تشتغل أو ما تقدرش تستغنى عنه؟ لا لا ممكن لو رقصة كويسة تستغنى عن جده طب صبي العالمه يعني برضو برضه عاصرتي هذه صبي العالمه هي شتمه مش ما يقول لك ده صبي عوالم يعني ده منافق اه يعني ملوش وظيفه ملوش وظيفه غير انه يشيل العده ويقعد يقول لها يا ست للرئيسه بقى بتاعه العوالم يا ست يا يا فله يا ورده يا ويبخرها وي صبي عالمه لكن كان موجود في الواقع <applause> اه طبعا آه. كان موجود فاكره حاجه الى الآن بتاعك كان لا انا مش عالمه انا ما اعرفش ازف ما اعرفش ازف يمكن الحاجه الوحيده فيا ان ناس كتير من اصحابي يحبوا يقولوا لي طب ارقصي بس اقول لهم ما اعرفش ازف وفي كمان غير العالمه وصابي العالمه في اللبيسه اه دي اللي بتلبس الراقصه تلبسها آه صرر لها وتلبسها البدله التوب اول بدله اول توب فاكراها مدام تحيه اه اول بدله عملها لي شادي الله يرحم وبعديها بقى هو اللي يرسم لي البدل وارقص يعني يعملها لي بيير كلوفس انما اول بدله عند بديعه اتقصت اكبر حته فيها كان قد كده وتكونت لا لا قصوها قصتها لي ام حوريه محمد كانت فيدات وما جاتش يوميها فبديع قالت انا واسماعيل ياسين عشان نقعد الناس يعني عباد الدوشه بتاعت اللي يعني ولا حاجه فرقصت يوميها خدت سوكسيه لوحدي والبدله كنت بدفع كل اسبوع ريال لعم جورج اللي عملها لي فدخلت لقيتها كلها مقصوصه بوزوها اه عشان كده بقى ما رقصتش بلدي بعديها وحشتك بدله الراس لا مالك يا سي